افضل طول النهار تشمشم في الاكل ومستني الفطار بفارغ الصبر وكانك هتاكل الدنيا بحالها. انا هبلح بلح. واول ما تشرب شويه ميه وتاكل لقمه تفخد وتعمل زي الفرخه البيضه اللي سابوها في الشمس. يا ترى ده ايه علاقته بالصيام؟ لا انا ما اعرفش. ولا احنا مش متعودين نسال السؤال ده. نقطة؟ لا، أربع نقط. أربع نقط؟ ده أنت جبت لي نقطة. في تجارب كتير اتعملت بخصوص الصيام، بس النهاردة هنتكلم عن تجربتين منهم. لا! أنت مجنون ولا إيه؟ ما تكروتنيش! عاوز إيه؟ لا احكي لي من البداية، أنا بحب الحواديت. التجربة الأولى كانت في سنة 1944 وقت دراسة تسمت بالمينيسوتا ستارفيشن إكسبيرمنت أو تجربة مجاعة مينيسوتا. بعد الحرب العالمية الثانية مجموعة باحثين من جامعة مينيسوتا في الولايات المتحدة قرروا يعملوا تجارب بحثية عشان يعرفوا تأثير الآثار النفسية والفسيولوجية للجوع على مجموعة من المتطوعين، وده هيساعدهم في النجاة من قلة الغذاء اللي حصل حوالين العالم بسبب الانهيار الاقتصادي وقتها. ابني فكر في حاجة تخدم بيها المجتمع بتاعك، تعمل بحث عن الفراخ البيضاء. التجربة تمت على مجموعة من الشباب في كامل صحتهم، أطوالهم كانت متوسط 178 سنتي كده ومتوسط الوزن بتاعهم حوالي 69 كيلو، وكانوا 36 شاب اختاروهم من بين 200 متطوع. المرحلة الأولى من التجربة كانت لمدة 3 شهور، وكانوا بيسمحوا فيها لل 36 متطوع إنهم ياكلوا 3200 سعر حراري في اليوم، وده أصلاً في رينج المعدل الصحي المتوسط، فالحد هنا كان الموضوع عادي ومفيش أي ملاحظات. أما في المرحلة الثانية فكان الأكشن كله، وكانت مرحلة المجاعة. أنا فقدت 2.5 من أعز أصحابي في المذبحة دي يا أبلو. سمحوا لهم فيها أنهم يأكلوا 1570 سعر حراري بس، وده كان لمدة 6 شهور. لك أن تتخيل 6 شهور بتاكل عيش وبطاطس وفجل ومكرونة وبس. ياه ده أنت طلعت جبل يا جدع. اللحمة ومنتجات الألبان كانوا نوادر كده لو عدت عليهم. بدأت تظهر على المتطوعين تغيرات جسدية ونفسية زي انهم طول الوقت حاسين بالبرد الشديد، لدرجة ان واحد من المتطوعين طلب جاكيت يلبسه مع انهم في شهر 7 في عز الحر. ايه الحر ده؟ درجة حرارة المتطوعين انخفضت ل35.4، وانخفضت معاها القوة البدنية ل21%، وانخفض التحمل البدني للنص، وبدأ يفقد المتطوعين الاهتمام بأي حاجة كانوا بيفكروا فيها قبل كده، ومبقوش بيفكروا غير في الأكل وبس، وبدأ يظهر عليهم أعراض الهوس بيه. لدرجة انه 2 من المتطوعين اتطردوا من التجربة بسبب اعترافهم بانهم كانوا بيقلبوا في الزبالة وبيأكلوا منها في نص الليل، حاجة كده شبه اللي بتعملها لما تبقى عامل دايت وتقوم تقلب في التلاجة وهي الناس نايمة. وفي المرحلة الثالثة رجعوا للمتطوعين السعرات الحرارية المتوسطة مرة تانية بالتدريج من 2000 ل3200 سعر حراري، لحد ما وصلوا لاخر مرحلة اللي تسمح فيها للمتطوعين انهم يأكلوا عدد السعرات الحرارية اللي هم عايزينها. وبعد انتهاء التجربة اللي استمرت لمدة سنة كاملة، نشر فريق البحث كتاب مكون من 70 صفحة، وكان اسمه الإنسان والجوع، الدليل النفسي لعمال الإغاثة. شكرا حبيبي، كلك ذوق. واتضح ان المتطوعين رجعوا زادوا في الوزن، بل وكمان بزيادة 10% عن وزنهم قبل التجربة اصلا. طريق سلامة يا فاشل. ومن هنا لازم نشد شوية بقى ونخش على الرحلة التانية. التجربة التانية هنروح بيها لسنة 1965 أو 91، مش فاكر، مش متذكر بالظبط. ودي هنروح فيها عند الاسكتلندي أنجوس باربيري، لحظة خروجه من المستشفى في سن 27 بعد ما اقترح عليه الدكاترة انه يصوم لمدة سنة عشان يقلل وزنه. من دلوقت أنا هكسب وقتي ولازم أبدأ أفوق. كفاية بقى يا باش، أحسن وربنا هستنطق من اللي انت بتحكي ده. المهم بعد ما جرب أول يوم وعشان كان عنده إرادة ان هو يخس فعلا، قرر انه يصوم السنة كلها ورا بعضها. يعتبر إضراب عن الطعام. هتقولي طب ما هو كده هيموت. يا ابني الأعمار بيد الله. أنجوس ما كانش غبي بالشكل ده، بالعكس ده كان ذكي جدا. فقضى 382 يوم بدون ما يحط لقمة في بقه، مع شرب المية طول الوقت عشان يزود جسمه بالسوائل اللي محتاجها، مع المشروبات الخالية من السعرات الحرارية ز
زي الشاي والقهوة وأحيانا كميات صغيرة من اللبن والسكر مع المشروبات. طبعا ما نسيش ياخد مالتي فيتامينز عشان يزود جسمه بالفيتامينات، والبيت الدواء إن شاء الله ما تاخدوش عشان ممكن يجيلك هبوط. وطبعا كل ده تحت الإشراف الطبي عشان يتابع حالته الصحية. وبعد 382 يوم بدون أكل أنجس خس 125 كيلو من وزنه ونزل للوزن المثالي لجسمه 82 كيلو. في تقرير نشرته كلية الطب في جامعة داندي في سنة 1973 قالت إن حالة أنجوس الصحية كانت ثابتة، ما كانش بيشعر بأي سوء وكان بيمشي وبيتحرك عادي. وأنا بعرف قصادك ما أنا واقف أهو. وما كانش فيه شكوى من خمول المخ بسبب قلة الأكل. وأخيراً إن الصيام في حالة أنجوس الطويلة دي ما كانش فيه منه آثار سلبية على الإطلاق، غير إنه حطم الرقم القياسي لأطول فترة بدون أكل لحد ما قررت موسوعة جينيس للأرقام القياسية تلغي النوع ده من الأرقام عشان يحافظوا على سلامة الناس. احنا بطلناها. ما ننصحكش ابدا انك تجرب حاجه زي كده، ولازم تستشير الطبيب في اي نظام غذائي قبل ما تفكر تمشي عليه. اهم حاجه في الغدا تبعد عن المشوي والسلطه. مع مقارنه الحالتين ببعض هنلاقي فرق رهيب بين الاكل القليل والصيام التام. هي هتبقى مقارنه ظالمه لو قارنا بين تجربه مينيسوتا وتجربه انجوس، اصل دول 34 واحد وده واحد. طول عمرك ظالم يا باشا. الا انها ممكن تبين لنا الاختلاف في التاثير الفسيولوجي بين الحالتين. في الوقت الطبيعي لما بناكل بندخل عدد سعرات حرارية معينة للجسم، الجسم بياخد اللي محتاجه منها عشان يحرقه ويحوله لطاقة يمشي بيها، ولو اتبقى منه حاجة بيروح مخزنها كدهون. كل إنسان بيكون مختلف عن غيره، يعني أنت مثلا ممكن تكون بتحرق أكتر وليكن 3500 مثلا، عشان كده جسمك مش بيربي دهون كتير زي. وطبعا في عوامل كتير بيتوقف عليها الحرق زي معدل الحركة والنشاط وطبيعة الجسم وغيره، ولكن خلينا في موضوعنا يعني إيه عشان ما نخرجش بره. بطل راجل النسوان اللي أنت عملت رغيدة. يلا نخلص بقى. في حالة الصيام التام الجسم بيبتدي يحرق الأكل اللي مخزنه في الكبد، واللي بيقعد أقصى حاجة من 12 ل 16 ساعة، وبمجرد ما يخلصه بيقف هنا المخ يفكر طب ما أنا كده أتصرف إزاي، معيش حاجة يشغل بيها الجسم، وكده خلايا الجسم هتبتدي تموت مني إن شاء الله. فعلى طول بيحاول المخ يتدفى، وبدل ما كان بيحرق من الجهاز الهضمي بيروح واخد من الدهون المتخزنة في الجسم ويشتغل منها فينزل في الوزن. ومش أي خسارة في الوزن، دي خسارة في الدهون عدوة الفورمة والسكس باكس. أما في حالة الأكل القليل المخ بيكون ذكي لدرجة إنه بيبتدي يلاحظ انخفاض عدد السعرات الحرارية اللي دخلاله بقالها فترة، فبيتحول لمود النجاة وعلى طول يروح قالب نظام الحرق الخاص بيه. فبدل ما كان بيحرق 2500 سعرة مثلا ويخزن 500 دهون، يروح مقلل من كفاءة الجسم اللي هتأدي بعدين لتقليل الحرق ويحرق 1500 سعر بس عشان يعرف يخزن الباقي في صورة دهون. معلش برضو محدش ضمن الدنيا بره فيها ايه، انا هخزن دهون دلوقتي تنفعني بعدين، الله اعلم هنلاقي اكل ولا مش هنلاقي، الايام اللي جايه سودة عليك. لحد ما في الاخر بيوصل الجسم للثبات في الوزن. ايوه مدبلكه كده. لا متوسطه الوزنك. بعد ما كنت متصور انك بتاكل قليل عشان تخس، بالعكس ده انت ممكن تزيد اصلا. دراسات كتير اتعملت من بعدها عن الصيام، فمثلا في دراسه اتعملت في جامعه هارفارد على الفئران، لقيت ان الصيام عن الأكل خلاهم يخسروا جزء كبير من دهونهم، ولاحظوا كمان تحسن في مستوى الكوليسترول وضغط الدم وانخفاض في السكر. بس ملاش نظرة الحزن اللي في عينيك ديت يعني. طب ازاي الجسم بيتكيف مع الصيام سواء كان 15 ساعة زي الصيام بتاعنا أو سنة كاملة زي اللي كانت في التجربة؟ في دراسة عملتها كلية الطب في جامعة فيينا بخصوص هرمون جريلين، أو فيما يعرف بهرمون الجوع، وده الهرمون اللي بيفرزه الجسم عشان يخليك تحس إنك جعان. التجربة دي اتعملت على مجموعة متطوعين صايمين لمدة 33 ساعة، وفضل الباحثين في التجربة دي يقيسوا مستوى هرمون الجوع في جسمهم كل 20 دقيقة. إيه؟ لا ساعة ونص؟ وكان المدهش في الدراسة إن مستوى الهرمون كان في أقل كمياته الساعة 9 الصبح، اللي هو المفروض يكونوا جعانين جدا أصلاً، كأن الجسم نسي الأكل. وفضلت كمية الهرمون تتغير في الطالع والنازل طول اليوم، ولكن الغريب انها كانت بتزيد في اوقات معينة. فلو ركزنا في الرسم اللي قدامنا ده هنلاحظ زيادة الهرمون وقت الفطار والغداء والعشاء اللي كان متعود عليهم الجسم بتاع المتطوعين، وبنلاحظ برضو نزول الهرمون مرة تانية بعد تقريبا ساعتين من فوات ميعاد الاكل. انت ممكن تكون حسيت بده بنفسك قبل كده. حقيقي صدقيني بيحصل معايا كتير قوي. تبقى قاعد شغال او مسحول في حاجة فتفوت ميعاد الاكل، وبعد شوية تلاقي نفسك انك نسيت تاكل اصلا. نفس اللي بيعمله جسمك مع الصيام في اول ايام الشهر الكريم، بيكون الصيام اصعب حاجه. اول يوم ده اصلا بيبقى حر وجوع وعطش ونرفزه، وبعد كده بيبتدي جسمك يغير من اسلوب اكله لدرجه انك في اخر رمضان ممكن تكسل تصحى عشان تفطر مثلا. يا علي، ولو ان على المستوى الشخصي انا اشك انك ممكن تنسى حاجه زي كده يعني. دي وراثه يا ابي دي الغريب. بنوصل في الاخر لان الصيام مفيد على حسب كلام العلماء والباحثين حوالين العالم، وده طبعا بالنسبه للاكل الطبيعي مش المحشي والفته اللي بتفطر
بيهم عندك. مش محشي عادي، ده محشي بلية يا مدام. ولكن لو اتبعت نظام غذائي سليم في الفترة دي هيكون عندك فرصة كويسة تحسن من صحتك. ولو ما كانش عشان تخس يا سيدي، فما تنساش انه مفيد لصحتك بشكل عام زي ما قلنا من شوية. ده ممكن كمان يقلل من خطر إصابتك بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكر، غير انه هيساعد القولون والكبد والكلى والجلد في انهم يتخلصوا من السموم، بالإضافة لانه بيحسن الذاكرة والتركيز. انا سامع عنه كلام زي الفل، ده البلد كلها بتذكر فيه. قبل ما تمشي بقى، عايز اقولك ان التفخيد والهمدان اللي بتبقى فيه بعد الفطار ده بسبب تدفق معظم الدم لجهازك الهضمي عشان يهضم الحلتين اللي ضربتهم لوحدك. حضرتك احنا لسه مش عارفين نودي الكبده الاسكندراني والسجق بتوع الصبح فين. كمان ممكن تكون حسيت بصداع في نص فتره الصيام، وده غالبا بسبب قله السكر اللي داخل جسمك. عندي صداع هيخلي مناخيري تتنطر من وشي. ولكن ما تقلقش، انت في السليم، اديله يومين كمان وهيتعود. ممكن بقى في اليومين دول تدخل تتفرج على فيديوهاتنا، وما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب في اليوتيوب. كل سنه وانتم طيبين وصومه مقبوله ان شاء الله. ايه صايم ولا زي كل سنه؟